نتكلم دلوقتي عن argumentative topics، يعني موضوعات جدلية. الموضوع الأول life in the city or urban areas، يعني العيش في المدينة أو في المناطق الحضرية. بنعمل في الأول زي ما احنا قلنا قبل كده outline. outline يعني مخطط. المخطط ده بينقسم إلى introduction, body and conclusion. في الانترودكشن بنكتب أول حاجة سؤال عام لجذب انتباه القارئ. بنقول مثلا هنا do you think living in a city is advantageous؟ هل تعتقد أن العيش في المدينة يعتبر شيء مميز؟ وبعدين بتقول جمل عامة، بتقول some people are for living in the city، بعض الناس مع، for يعني مع، living in the city، while others، بينما آخرين، are against، يعني ضد هذه الفكرة. وبعدين بنكتب two different viewpoints concerning living in urban areas، يعني في وجهتين نظر مختلفتين بخصوص العيش في المناطق الحضرية. ممكن بدل urban areas ممكن أقول مكانها the city أو city life. وبعدين في البودي بنقسم البودي إلى two paragraphs. paragraph number one بنقول إن في ناس مع العيش في المدينة، people who are for living in the city. paragraph number two بنقول people who are against living in the city، الناس اللي ضد العيش في المدينة. طيب الناس اللي مع هذه الفكرة أو مع العيش في المدينة، هناك بعض الكلمات أو الجمل أو الفريزز أنا ممكن أفترض أن أنا أكتبها تحت التايتل اللي هو people who are for living in the city to support this idea أو this title. الناس اللي مع العيش في المدينة ليه هم مع هذه الفكرة؟ لأن هم بيقولوا أن في المدينة more job opportunities، يعني فرص عمل أكثر، entertainment variety، تنوع في وسائل الترفيهية، parks، حدائق، clubs، نوادي، spas، منتجعات، cinemas، يعني سينمات، theaters، مسارح، better education and international schools، في مدارس طبعا دولية وتعليم أفضل في المدينة، healthcare، اهتمام بالصحة، and modern hospitals، ومستشفيات أحدث، better infrastructure، يعني بنية تحتية أفضل، better public services، خدمات عامة أفضل. وبالتالي طبعا كل هذه الأفكار مؤيدة للعيش في المدينة. أما الناس اللي بيعارضوا هذه الفكرة اللي بيقول people who are against، اللي هم ضد العيش في المدينة، عندهم برضو أسبابهم. بيقولوا إن في المدينة في traffic congestion، في ازدحام مروري، في air and water pollution، تلوث للمياه والهواء، parking difficulties، صعوبة في إيجاد مصمد أو مركن للسيارات، people are always angry and upset، الناس دائما في المدينة بيكونوا غضبانين وعندهم طبعا شعور بالانزعاج وشعور بالضيق، disputes and fights among people، هناك نزاعات ومشاجرات بين الناس باستمرار في المدينة. conclusion في النهاية بكتب وجهة نظري الخاصة بي أنا، بقول in my opinion it's our decision، يعني إنه في النهاية طبعا ده قررنا، to opt، opt هنا معناها choose، أن أنا أختار the best place، أفضل مكان to live in، أن أنا أعيش فيه، trying to، محاولا أن overcome the problems in this place، أن أنا أتغلب على المشاكل في هذا المكان. نبدأ نكتب موضوعنا. برضو موضوعنا لازم يكون مقسم إلى أربع فقرات زي ما احنا عملنا في الأوتلاين. هنكتب طبعا introduction وbody مقسم إلى two paragraphs، وفي النهاية الconclusion. الطوبيك بتاعنا هنبدأ طبعا نقول do you think، نفس السؤال اللي احنا سألناه في الأوتلاين. المفروض أن أنا أبدأ طبعا بسؤال في الانترودكشن، بقول do you think living in a city is advantageous، هل تعتقد أن العيش في المدينة شيء مميز؟ وبعدين بجاوب على السؤال بقول no doubt، لا شك أن live or life in a modern city، العيش في مدينة حديثة، is completely different from life in the village، يعني مختلف تماما من العيش أو من الحياة في القرية. Actually يعني في الواقع، each place، كل مكان، has its own merits and demerits، له مزايا وله عيوب. However ومع ذلك، it is considered، إنه يعتبر one of the most famous controversial issues، يعني الموضوع ده يعتبر واحد من أشهر الموضوعات الجدلية، controversial issues يعني موضوعات جدلية فيها نقاش وفيها جدال. Some people are for، بعض الناس مع living in the city، بينما، كلمة بينما يعني whereas، others are against، آخرين ضد هذه الفكرة. Therefore يعني لذلك، وحط كومة بعدها، we have to demonstrate، علينا أن نوضح two different points of view regarding this argumentative topic. لذلك علينا أن نوضح أو نشرح
two different points of view يعني وجهتين نظر مختلفتين regarding بخصوص this argumentative topic هذا الموضوع الجدلي برضو argumentative معناها جدلي. نبدأ بعدين في توضيح وجهتين النظر في الباراجراف الأول في البودي يوضح فكرة الناس اللي مع العيش في المدينة فبنقول first I will demonstrate أولا سوف أوضح a viewpoint of a large group of people وجهة نظر لمجموعة كبيرة من الناس who are in favor of المؤيدين living in a city العيش في المدينة. They believe that يؤمنون إن in the city في المدينة there are better public services يوجد خدمات عامة أفضل and modern infrastructure for all people بنية تحتية أحدث لكل الناس. Besides يعني بالإضافة إلى ذلك they assure إنهم يؤكدون that there are more job opportunities هناك وظائف أو فرص وظائف أفضل for أو أكثر for the young للشباب in the city in comparison with the village بالمقارنة بالقرية يعني يوجد فرص عمل في المدينة أكثر من القرية. Moreover علاوة على ذلك they add that إنهم يضيفون أن entertainment places أماكن الترفيهية malls المولات أو المحلات الكبيرة and different amenities والوسائل الترفيهية المختلفة are available متاحة أكثر طبعا everywhere في كل مكان in the city. Definitely يعني بالطبع better education تعليم أفضل in private and international schools في المدارس الدولية والمدارس الخاصة is available متاح in urban areas في المناطق الحضرية. They claim that يدعون أن people in cities الناس في المدن receive better health care يعني يتلقون أو يستقبلون better health care يعني رعاية صحية أفضل in more modern hospitals and clinics في مستشفيات أحدث ومستوصفات أفضل. Therefore لذلك in emergency في حالة الطوارئ they can be cured يمكن يتم علاجهم more easily يعني بسهولة أكثر than in rural areas من المناطق الريفية. As a result نتيجة لذلك young people الشباب prefer living يفضلون العيش in the city to living in the countryside عن العيش في القرية. وجهة نظر الأخرى اللي هي ضد العيش في المدينة on the other hand على الجانب الآخر there is another group of people يوجد مجموعة أخرى من الناس who are contradicting يعني يعارضون the previous view أو previous point of view يعني يعارضون فكرة النظر السابقة. Those people هؤلاء الناس are totally against يعني ضد تماما living in the city العيش في المدينة. They think يعتقدون أن there are many troubles indeed يعني في الحقيقة أو يتوقع أو ينتقدون أن هناك كثير من المشاكل في المدينة. They assume that يعني يزعمون أن air and oil and water pollution تلوث المياه والهواء is one of the causes واحدة من الأسباب of unhappiness عدم السعادة in the city. They argue that يجادلون أن people in urban areas الناس في المناطق الحضرية suffer from traffic problems يعانون من مشاكل في المرور and parking difficulties ومشاكل في ركن السيارات. Moreover علاوة على ذلك people who live in cities الناس اللي بتعيش في المدن are always angry and upset دائما غضبانين ومتضايقين because of many disputes and fights which take place among them daily بسبب النزاعات والمشاجرات التي تحدث بينهم يوميا. Those people believe that هؤلاء الناس يؤمنون أن overcrowding الازدحام in almost all places تقريبا في كل مكان in the city is an unbearable problem مشكلة لا تطاق unbearable لا تطاق which leads to تؤدي إلى many too many stressful diseases تؤدي إلى أمراض عصبية أمراض التوتر بشكل كبير. In conclusion يعني في الختام in my opinion من وجهة نظري living in the city العيش في المدينة is advantageous for young people للشباب due to بسبب all amenities and modernity they can find بسبب كل وسائل الترفيهية والحداثة التي يمكن أن يجدوها. Amenities يعني وسائل ترفيهية أو الأماكن الترفيهية modernity يعني الحداثة they can find يعني الأشياء الحديثة يعني. On the contrary على العكس elderly people كبار السن may not prefer it ربما لا يفضلون ذلك because they suffer from لأنهم يعانوا من its liveliness النشاط اللي موجود في المدينة and hustle and bustle والضوضاء الموجودة فيها. Therefore لذلك it's your decision إنه قرارك to opt and لكي تختار the best place أفضل مكان that suits you الذي يناسبك to live in لكي تعيش فيه.